وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي، بتواصل أعمال المرور والمتابعة على مشاريع الإنتاج الخضر بالمحافظات المختلفة للوقوف على حالتها ومراجعة التراخيص الخاصة بها. عشان نعرف تفصيل أكتر عن هذا الموضوع وعن أهمية مواصلة توعية المزارعين بالمحافظات حول ممارسات زراعة القمح، معانا على تليفون دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية. يا دكتور خالد، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ بسنت، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه، ايه هي الممارسات الصحيحه لزراعه القمح اللي بتوعوا بيها المزارعين؟ هو اولا وزاره الزراعه دلوقتي عندها احدث 5 أصناف من القمح تم توزيعهم دلوقتي على مستوى الجمهوريه في جميع المحافظات، اصناف ممتازه متحمله التغيرات المناخيه. لكن الدور الاكبر دلوقتي توصيل المعلومه للمزارع، لان دلوقتي طبعا عندنا ماده جيده اللي هو الصنف الجديد وتغيرات مناخيه غير مسبوقه، وواضح كده ان الموسم الشتوي الامور فيها تبقى مش مستقره بدايه من دلوقتي، شايفين الحراره متاخره والتقربات مش جيده. من هنا جاء اطلاق مبادره معاك في الغيط مع الوزير ان احنا لازم يكون التوعيه سريعه، وكل اسبوع بنعمل حلقه تلفزيونيه، يعني مش حلقه تلفزيونيه، هو فيديو بسيط بيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل، بيدي المزارع افضل التوصيات الفنيه والتحذيرات اللازمه عشان يتفادى تاثير الضغوط المناخيه. فاول حلقه عندنا كانت عن الاصناف القمح الحديثه وتوزيع الخريطه الصنفيه لها، المزارع يزرع صنف ايه في انهي منطقه عشان الصنف يجود ويتفادى التاثير المناخي السلبي. فاحنا دلوقتي اول توصيه بنقولها للمزارعين اللي في مصر دلوقتي، انتاجك من دلوقتي بيتحدد 30% منه بالصف اللي هتزرعه وميعاد الزراعه المناسب. فالتوصيه دلوقتي اللي بنحاول نوصلها عن جميع في كل دلوقتي اماكن التواصل دلوقتي والمزارعين في الندوات بتاعتنا، اختار الصنف المناسب للمنطقه بتاعتك، وهو فعلا اوريدي متوزع عندك طبقا للسياسه الصنفيه، وازرع في الميعاد المناسب اللي هو النص الثاني من شهر 11. طيب احنا زارعين كم فدان قمح السنه دي يا فندم؟ هو لسه يا فندم الزراعه ان شاء الله هتبدا من النص الثاني من شهر نوفمبر، بس لسه دلوقتي لسه جاري الزراعه. بنستهدف طيب كم فدان؟ مستهدف ان شاء الله نزيد عن 3.5 مليون فدان ان شاء الله. هل في زياده للفدادين السنه دي عن السنه اللي قبلها؟ هو طبعا ده بيكون طبعا احنا بنستنى نشوف المزارعين هيزرعوا ايه، لان احنا في عندنا محاصيل منافسه في المحاصيل الشتويه، في محصول فول، الفول بادي بالزرع، محاصيل الاعلام في البرسيم وغيره. فاحنا طبعا بيتم الحصر بعد الزراعه من شهر ديسمبر، بيبدا نعرف المساحه اللي عندنا قد ايه. لكن ان شاء الله عشمانين بعد زياده السعر الى 2200 جنيه للارداب ان ممكن المساحه تزيد، بالاضافه طبعا في طبعا مشروعات جديده بتضيف للمساحه كل سنه. تمام دكتور خالد، اعتقد انه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده في مصلحه المزارع في المقام الاول والاخير، يعني فكره انه المزارع يفضل متمسك بالصنف اللي هو كان طول حياته بيزرعه وما يعتمدش على الاصناف الجديده ذات الانتاجيه العاليه، فهو اللي بيخسر كده. طبعا يا فندم، هو ده اللي بنقدر المجهود الكبير لوزاره الزراعه ان اديله صنف جديد دلوقتي بيديله ضعف الانتاجيه، ثانيا اصبح الاصناف الجديده قصيره العمر، اصبحت النهارده بتتشال من الارض اكثر من يعني ابكر من الاصناف القديمه باكثر من 20 يوم او شهر، فبالتالي بتوفر عليه في التكلفه وتوفر عليه في الري وغيره، ومحصولها عالي بنسبه كبيره. المحصول القمح دلوقتي الفدان بيزيد 24 اردب للفدان الواحد، وطبعا ده بيكون طبعا ضعف الانتاج بتاع زمان. فدلوقتي المزارع اصبح عنده الوعي الكافي بالاصناف الجديده، ومبادره معاك في الغيط دي دلوقتي لاقي رواج كبير، وفي فريق الخبراء موجود بيرد على اتصالات المزارعين اولا باول، وكل اسبوعين بننزل حلقه فيها توصيات خاصه باللي بيتم في الفتره دي. طبعا احنا هنقوم بمتابعه مع حضرتك في خلال هذا الموسم، بمتابعه يعني المحاصيل ووصلنا كم فدان في زراعه المحاصيل، اكيد الاستراتيجيه اللي بيحتاجها المواطن المصري. بنشكرك الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقليه.